استراتيجية بائع الكلمات. الطالب محمد عبد العزيز الأحمد درس علم بلادي. أنا بائع الكلمات، أنا بائع الكلمات، من يشتري مني ويأخذ جائزة. أنا العربية تي. اقرأ الكلمة. فكر جيدا. قال ماذا؟ قال أنت ماذا قلت؟ يرسم. طيب كمل. في ريال تحت، في ريال. لا 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 ابراهيم، خذوا الخمسة ريال. اعطيني اشوف اغيره. ما في عندنا اللي هي، مو لازم جوائز. يلا خلاص الجوائز خلص. ها من لم يشتري بعد؟ نواف يريد، نواف يريد. انت قرأت يا احمد؟ خلاص خلاص اللي قرأ خلاص. الاصفر، احسنت يا نواف. الاصفر، طيب خلاص اللي ما هو لازم جوائز. يلا اللي ما تعجبه الجائزة خلاص. لا خلاص يا ابراهيم. انتظر حتى يقرأ. اعطني الورقة حتى اراها. فواز اجابتك صحيحة. هل هناك احد لم يقرأ بعد؟ حمزة من لم يشتري منه بسرعة. تفضل. لسه عامر. يلا ها. المملكة. أعطينا شوف المملكة. طيب كل اشترى خلاص. لا باقي صالح. يلا أبا الكلمات.
هيا يا صالح. الخليجي، أحسن. شكرا أيها البائع، كنت رائعا وكنتم رائعون.